لي أن أرحب بشكل خاص بالشباب والشابات من اللجان الشبابية لمراكز سمو الأميرة بسمة، شباب هيئة كلنا الأردن، شباب برنامج أنا أشارك، وطلاب الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، حيث ارتأينا هذا العام أن نتوجه لجيل الشباب في هذه الحملة والعمل معهم من خلال أنشطتنا، على اعتبار أن هذا الجيل هو نواة التغيير الحقيقية. أعزائي الحضور، عندما شرفتني سمو الأميرة بسمة بن طلال المعظمة بهذه المسؤولية شعرت بالقلق الشديد من المهمة ومن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي، لعلمي بحجم التحدي الذي يواجه المرأة واللجنة الوطنية كآلية عاملة في مجال تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف، إلا أنني قررت أن أخرط بفعل إيجابي نحو التغيير. اليوم وبعد 6 أشهر من حمل هذه المسؤولية أعيد تقييم موقفي في مجالين محددين. أولاً، إن التحديات أكبر بكثير مما كنت أعلم وأكثر مما توقعت، فبالرغم من الجهود التي تبذل محلياً وعالمياً لتمكين المرأة والقضاء على أشكال التمييز ضدها، وبالرغم من كل الإنجازات والانتصارات التي حققتها المرأة الأردنية في 50 عام الماضية والمرأة في العالم في القرون الماضي في القرن الماضي، إلا أن المرأة لا تزال تعاني من أشكال متعددة ومتداخلة من العنف والتمييز، وما زالت الفجوات بين الجنسين مستمرة في معظم جوانب التنمية، حيث أن الأرقام لا تزال تشير لعدة جوانب من هذا التمييز. ولكن سأعطي فقط مثالين. أحد هذه الأمثلة هو نسبة الزواج المبكر التي لا زالت تراوح مكانها في الأردن للأسف، في الوقت الذي نرى بأن فئة اليافعات من عمر 15 ل 19 سنة من المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف من قبل شريكهن، والأقل احتمالاً أن تتقدم بالشكوى أو أن يعلم أحد أفراد عائلتها بهذه القضية. ولا زال هناك أيضاً الكثير من الجوانب التشريعية التي تشرع للعنف ضد المرأة للأسف، ومثالاً على ذلك طبعاً المادة 308 من قانون العقوبات. ومع هذا وتستمر الممارسات المتناقضة مع التشريع والخطاب الرسمي الذي يؤكد مراراً وتكراراً رفضه لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة للأسف لثقافة مجتمعية سائدة وتبني بعض وسائل الإعلام الإلكتروني والكثير من صفحات التواصل الاجتماعي لمواقف متحيزة ونمطية نحو المرأة. وهذه جميعاً جوانب سعينا للعمل عليها من خلال أنشطتنا كلجنة من برامج توعية أقيمت على مستوى المحافظات، ومناظرات شبابية حول الفقرة 308 من قانون العقوبات، وعرض مسرحيات تفاعلية في الجامعات حول الزواج المبكر، بالإضافة لمهرجان أفلام المرأة. في ظل هذه التحديات نجد أنفسنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة لتوحيد الجهود لحماية من يعانون من التهميش والاستغلال في عالم لا يزال موسوماً بعدم المساواة وتكافؤ الفرص. لا بل علينا جميعاً مجابهة الفكر المتطرف الذي لا يهدد منجزات المرأة وحياتها فقط، بل يهدد إنسانيتنا ويهدد السلام العالمي. وهذا ينقلني للجانب الآخر من إعادة تقييمي للموقف، وهو بأنني وبكل فخر لست وحدي، واللجنة ليست وحدها من يتحمل المسؤولية ومن يعمل لمحاربة هذا العنف والتمييز. لقد أثبتت لي 6 شهور الماضية و16 يوماً الماضية بشكل خاص على أهمية التنسيق والعمل المشترك في مواجهة التمييز وأشكال العنف ضد المرأة. فقد كانت هذه الحملة ثمرة جهد مشترك مع شبكة شمعة لمناهضة العنف ضد المرأة من مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات رسمية، أفراد، خبراء وإعلاميين، وبالدعم من هيئة الأمم المتحدة وبرنامج USAID تكامل للنوع الاجتماعي وسفارة مملكة هولندا. وتميزت هذه الحملة بالتعاون مع منظمات شبابية وإعلامية وفنية غير متخصصة بالقضايا النسوية، مثل جمعية قادة الغد الديوانية، راديو البلد، الهيئة الملكية للأفلام، ومركز الفنون الأدائية، وبرنامج فوق السادة.
هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن قضية المرأة هي قضية عامة وليست محصورة بالحراك النسوي فقط. ويبدو لي أن الحالة التي تخلقها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة في الأردن من عمل مشترك يجمع جهود الجهات المعنية تحت سقف واحد هي أفضل مثال على الأثر الملموس الذي يمكن تحقيقه من خلال توحيد الجهود لخدمة قضية محددة. وأتمنى أن أرى استمراراً لهذا المستوى من التشاركية والتشبيك طوال العام وضمن البرامج المختلفة. كما أضفت مشاركة الشباب وتفاعلهم بعداً خاصاً على هذه الحملة، وقد تواصل بعضهم معي شخصياً ومع اللجنة وتقدموا بمبادرات ستعمل اللجنة على تنفيذها في العام القادم. نهاية لا يسعني سوى أن أشكر سمو الأميرة بسمة بن طلال المعظمة على دعمها المتواصل والمتميز بالشغف والإيمان الحقيقي بأهمية قضية المرأة كجزء لا يتجزأ من المنظومة الإنسانية، وبصديقي الشخصي السيد جوزيبي مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمه المتواصل للجنة، ولبرنامج USAID تكامل النوع الاجتماعي لاعتباره اللجنة شريك استراتيجي في برنامجه للنوع الاجتماعي في الخمسة أعوام القادمة، ولسفارة مملكة هولندا متمثلة بسفيرها سعادة السيد بول فان دان ليزل ليس الذين لولا دعمهم ما كانت لهذه الحملة أن ترى النور. واسمحوا لي أن أنهي بالقول أن إنسانيتنا تدعونا أن نسعى أن يتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تقسيم ودون استثناء وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو القدرات. أدعوكم اليوم شباناً وشابات وأنا أستشعر طاقتكم وأحلامكم وطموحاتكم.